بمنطقة المرور الإيجار السنوي 100,000. طبعا هاي المدخل، مدخل الفيلا، هون هيك حوش صغير. ندخل على الفيلا على اليمين اللي هو المجلس، مجلس واسع وكبير. طبعا الممر هون هذا حمام خدامة، وهاي غرفة خدامة، وهاي المطبخ. نطلع الطابق الأول. الطابق الأول غرفة، غرفة ماستر مع خزائن بالحيط. هاي حمامها بجنبها، وكمان غرفة ماستر. هاي كمان غرفة مع خزائن بالحيط. حمامها راح يكون مشترك مع الغرفة اللي هناك. في برضه فوق على الطابق الثاني غرفة ماستر اللي هي هون بتكون، وفي هاي اللي هو السطح.